تاني كويس يعني. بالفعل السنة اللي فاتت كان عندك عرض، أو بداية الموسم ده كان عندك عرض جيد من نادي الزمالك، وكانوا جادين في التواصل معاك وكلموك وعرضوا عليك مقابل مادي كبير. To be honest, اه actually عشان ابقى صريح مع حضرتك، انا جالي عروض، لكن انا لما ده بيحصل بحاول ابعد عن العرض واديه للوكيل بتاعي وهو يبص عليه، ولما بيحصل حاجة بيقول لي، وهو دايما بيقول لي ان هو عنده عروض من الاهلي والزمالك، وبقول له انا عاوز اركز في اللعب، انت اتعامل مع الموضوع. طيب عايز اسألك، يعني ما حلمتش انك تلعب في الزمالك؟ زمالك واسم الزمالك وجماهيريته، كان بطل الدوري العام، وانا عارف انه عرضوا عليك مبلغ كبير، سر تمسكك بدجلة ايه؟ To be honest, عشان ابقى due صريح respect, معاك وبكامل أهلي احترامي لكل الزمالك الفرق، الاهلي والزمالك وكل very الفرق good team, المصرية، good هم team فرق in جميلة Africa, جدا وكبيرة جدا في افريقيا but وفي مصر، لكن where I am now, I am المكان اللي انا فيه concentrating دلوقتي my انا بركز في على وادي great دجلة، in وحلمي Wadi Degla هو ان انا العب في go وادي outside دجلة Egypt وبعد كده اخرج من مصر، because I cannot see لان انا myself مش شايف living نفسي against Wadi بلعب Degla ضد وادي anymore. دجلة في They are مصر، like a family هم to me بالنسبة لي now. بقوا اسرة. لازم اكلمك على الموسم المقبل، انا عارف انه لسه الزمالك بيكلمك، هل بالفعل الاهلي دخل معاك في مفاوضات يا ستانلي عشان تبقى موجود في الاهلي السنه الجايه؟ They are contacting but هم not for me, بيتصلوا بس ما for my بيكلمونيش agent. انا، هم اه بيكلموا وكيل like I اعمالي. always say, مين زي ما كونتاكت، بقول لك الاهلي ولا الزمالك؟ زمالك اهلي الاثنين. الاثنين. اه So when they contact me, لما they tell me بيتصلوا Sunny, هم I said بيقولوا take care لي، of it, انا don't بقول لوكيل I need to pay اعمالي for this dollar or I لا need to انا مش يعني my انت agent is not اتعامل good. بيه، انا I just want to see myself هركز there مع going في after the لعبي، season, then we'll see how وبعد I am. الموسم But ممكن I don't نشوف promise ايه اللي me يحصل، against لكن Wadi انا مش Degla عاوز العب ضد because this وادي is دجلة a family. لان دي بالنسبة لي اسرة. يعني انت بتفضل في مصر يكون ناديك يظل وادي دجلة، ولا زي طموح اي لعيب انت عقدك ينتهي امتى مع دجلة؟ My contract is 1 year more, ينتهي one year بعد less. سنة مع وادي Yeah, دجلة، but if I لكن don't renew my لو ما contract with Wadi جددتش Degla, عقدي مع وادي دجلة maybe I go outside Egypt. يمكن هخرج بره That's مصر، my dream. ده حلمي. لكن لو عندك اوفر كويس من الاهلي او الزمالك ممكن تلعب في الاهلي او الزمالك؟ I don't want to play against Wadi انا مش Degla عاوز because العب if I ضد play, وادي okay, you can دجلة، sign. انا مش ممكن توقع الاهلي او الزمالك وما تلعبش قدام وادي دجلة، يعني ممكن يعني. نعم. I'm being honest, you know. I انا like صريح this PC معاك، one day انا بحب وادي أهلي دجلة، زمالك. انا بحب كمان But I الاهلي don't والزمالك، لكن see انا myself مش playing شايف أهلي or نفسي زمالك. بلعب I مع see الاهلي myself ولا الزمالك، playing Wadi انا Degla. شايف I'm بلعب playing مع وادي outside دجلة Europe. وبعد كده اسافر This is بره how I see لاوروبا، ده اللي myself. انا شايف نفسي فيه. عندك عروض من بره؟ حد بدأ يتكلم مع الوكيل بتاعك عشان تلعب في اوروبا؟ Yeah, اه I've had انا كان offers عندي in عروض Europe في اوروبا، and then mostly in the وبعدين UAE الاغلبيه كانت في and then Saudi. I have offers from there. الامارات I'm trying to والسعوديه، كان عندي عروض concentrate من هناك، بس and انا if برضو I can, بحاول I'll do this deal. اركز في لعبي واسيب الوكيل بتاعي هو المقابل يتنامى المادي معايا. اللي بتاخده من دجله كويس؟ مريحك، معيشك بشكل كويس، مخلي فيه نوع من انواع التعويض عن لعبك في اوروبا؟ Yeah. For example, when I came here, لما جيت I هنا took انا خدت times two of what I was taking in Europe, you مرتين know, قد اللي كنت and باخده في اوروبا، they were giving me my وهم money at كانوا time, بيدوني فلوسي every في two of them. ميعادها، كل حاجه كانت Now I'm كويسه. comfortable. دلوقتي انا That's why مرتاح، وده السبب you're seeing the best اللي today انت بتشوف out of two افضل ما players عندي، لان they played good. لعب After الكوره لو انت this, خليته they played سعيد good. بيلعب كويس. ده انت هنا وانت في كاس العالم اندر 20 مع منتخب النيجيري، مش كده؟ Team. كنت This is against Venezuela. I ده don't have ضد chance against فنزويلا. Germany. كنت مبسوط وانت Were you happy? بقى، كنت اول مره تيجي مصر استلي ساعتها؟ Yeah, no, it لا was not لا the first. ما I كانش came المره against, الاولانيه، انا كنت I لعبت came when, before the World Cup. They had قبل competition في الأفريقيا. الاحماء، كان عندنا كنا بنلعب And I برضو played ماتش ودي، وانا لعبت the game اللعب against, الماتش I ده، forgot, and we played وانا against يمكن Egypt اكون also. نسيت، We لعبنا played ضد 1-1, مصر I think, كمان 2-2. Yeah, واحد مصر مش غريبة واحد. واحد. عليك من زمان، بتحب مصر من زمان؟ Yeah, it's very good. I'm one of the انا biggest fans in Africa. افريقي ما Nah. تنساش.